بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي للسادة الحضور. أولا أود أشكر اهتمامكم بالحضور وبالرعاية وبالتواجد في قمة مصر الأولى لحلول الأعمال ولتلقي الضوء على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تنعقد قمة مصر الأولى لحلول الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ومعالي الوزيرة دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومعالي الوزيرة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعالي وزارة التجارة والصناعة دكتور أحمد سمير. بداية أود أن أرحب بالجميع في ظل الجهود الوطنية القائمة على توطين أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتركيزاً على البعد الاقتصادي، جاء التفكير في جزئية خاصة بأهم محرك للتنمية الاقتصادية وهو المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفقاً لتقارير البنك الدولي تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر 7 فرص عمل ما بين كل 10 فرص، بمعنى 70% من القوى العاملة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم تبنيها بجدية سوف توفر فرص العمل بزيادة تفوق 70%. المشروعات الصغيرة والمتوسطة في معظم الدول بتمثل ما يزيد عن 95% من إجمالي المشروعات القائمة. الدولة المصرية في ظل التحديات العالمية وفي ظل الركود العالمي والأزمات العالمية، ولكن يوجد هنا العديد من الفرص، فرص في سوق ناشئ، سوق شاب، سوق يمتلك موارده، سوق قام بتوطين الآليات الأساسية لتحقيق الاستدامة من بنية تحتية وإعداد استراتيجية خاصة للمشروعات الخضراء والاهتمام بسوق الكربون والاهتمام بتوطين مفاهيم الاستدامة منذ عام 2015، الأمر اللي جعل السوق المصري في ظل تلك الأزمة العالمية هو سوق واعد، سوق قادر على النمو بأقل التكاليف. ولكن بمجرد ذكر كلمة التكاليف تاخدنا لجملة التمويل. المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر العقبة الأساسية أمامها مش الفكر، بالعكس مصر فيها كمية رواد أعمال عندهم كمية مشروعات وأفكار رهيبة، كمية مشروعات صغيرة ومتوسطة مبتكرة قادرة على سد العجز الموجود في الميزان التجاري، ولكن آليات التمويل وآليات الحصول على التمويل، وده دور القطاع المالي سواء كان قطاع مصرفي أو غير مصرفي بتقديم آليات تمويلية ميسرة لهم يفكروا في تسهيل الأكسس تو فاينانس بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. الفترة الحالية هي فترة بتشهد اهتمام بتوطين الصناعة، تشهد اهتمام من الدولة المصرية بمشاركة القطاع الخاص بشكل قوي وفعال في خلق النهضة الخاصة بالجمهورية الجديدة. كلنا تابعنا امبارح انطلاق مبادرة ابدأ، مبادرة هدفها الرئيسي هو دعم وتوطين المشروعات القائمة على الصناعة وزيادة المكون المحلي داخل المنتجات التي بيتم استيرادها، الأمر اللي بينعكس مستقبلا على توفير العملة الصعبة، على زيادة القوى العاملة، على تقليل نسبة البطالة، الأمر اللي بيخلق فرص لمشروعات أو ملفات جاهزة للبنوك إنها تقدر تمولها، للجهات التمويلية والدولية إنها تحط فلوسها في وعاء تمويلي قليل المخاطر. ده بيتطلب مننا إيه؟ بيتطلب مننا إن إحنا نقدم كل السبورت لأصحاب المشروعات الصغيرة المتوسطة في ملفاتهم. لو أنا مسؤول عن المشروعات في جوه بنك، نهاية الرقابة المالية تبص للآليات الحصول على التمويل بشكل أيسر. النهاردة شفنا البنك المركزي مقدم مبادرة 5% وألزم البنوك بنسبة تقريباً 25% من إجمالي المحفظة. ده معناه إيه؟ ده معناه أن الدولة بتسعى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبتفتح لهم طريق. إحنا كمشروعات صغيرة ومتوسطة لازم ناخد خطوة جد، لازم نقفل ورقنا بشكل كويس، لازم نهتم بصياغة الملف بتاعنا وفقاً للآليات. النهاردة الدراسة ما بقتش بعيدة وما بقتش صعبة والمعلومة بقت متوفرة، الأمر اللي بيستدعي مننا إن إحنا خطوة تتاخد لقدام من الدولة لازم يقابلها خطوة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. فعجالة بسيطة وبعيد عن الإحصائيات والكلام المكلكع موجود على الإنترنت، بس اللي هو
الأمر الجاذب لينا كلنا إن 90% فعليا من الاقتصادات الناشئة قائمة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. نسبة الشباب في مصر هنا بتزيد عن 70%. نسبة رواد الأعمال اللي موجودين في مصر نسبة رهيبة جدا جدا، أصحاب الأفكار في مصر كتار جدا. لكن الجاب دي إيه مشكلتها؟ إن إحنا بنشتغل في آيلاند، وده هدف من أهداف القمة مصر الأولى لحلول الأعمال، إن إحنا يبقى فيه انتجريشن ما بين الستيك هولدرز بتوع الإيكو سيستم الخاص بالإنتربرينيرز والخاص بالإس إم إيز والإم إس إم إيز، سواء كانوا أصحاب أفكار أو مشروعات، سواء كانت جهات تمويلية أو جهات منحة أو ممثلين حكوميين أو القائمين أو ريجليتورز القائمين على الملف بتاع الإس إم إيز في مصر، عشان نقدر يبقى عندنا محرك يكون بإسراع الإنتاج والتشغيل في الملف المهم ده. الملف ده لو اشتغل هنضمن 70% توافر لفرص عمل ما كانتش موجودة، خاصة إن العالم لحد 2030 محتاج 600 مليون وظيفة لازم يتم توفرها، فاحنا عندنا فرصة لخلق أفكار تقابل الريسك فاكتورز اللي بتواجه العالم، سواء كانت تغيرات مناخية من مصر داخل على COP27. ملف التغيرات المناخية مليان فرص ومليان opportunity لمصر، ومليان opportunity للرواد الأعمال ولأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن هم يبدأوا يطبقوا معايير الاستدامة البيئية داخل مشروعاتهم، وإن هم يهتموا بالمنتجات المتعلقة بالحفاظ على المتغيرات المناخية. فدي فرص جديدة، أنا مش شايفه تحدي، أنا شايفه فرصة هتخلق بيزنس. العالم ممكن خد باله منها إن تداعياته زادت، ولكن اللي يقف قدام التعديات ما بياخدش خطوة لقدام، اللي بيشوف المشكلة وتحدي وبيقف ما بيتحركش. فإحنا دورنا إن إحنا نتعامل مع الموضوع بكل جدية وبكل أمل وكل يقين بالله. كلنا بنشتغل وكلنا بنسعى إن إحنا ننجح. إحنا النهاردة في ظل إن أي شركة تفكر تعمل مؤتمر الموضوع ما بيبقاش بالسهولة، لكن لا، تحدي شفناه، أمل قدامنا إن إحنا في فرصة إن إحنا نعمل مؤتمر فكرته مختلفة، وإن شاء الله ربنا يكتب له النجاح. والحمد لله بوجودكم معانا وبدعمكم لينا، نعتقد بإذن الله إن خلال الجلسات النهاردة المؤتمر يقدر يقدم محتوى جيد، محتوى محترم، محتوى نقدر من خلاله إحنا نشير خبراتنا الموجودة للسادة المتحدثين، ياخدنا خطوة لقدام، ويبقى إحنا كده حققنا الأثر المرجو من قمة مصر الأولى لحلول الأعمال المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. شكرا لحضوركم وشكرا لكم جميعا.